سلام بنات، كيف عاملين؟ بخير مزيانين، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير على خير وبصحة جيدة. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الطاجين بالخضر، اللي هي طريقة مغربية بالسمك. السمك اللي هو بغر، انا استعملت هذا النوع ديال السمك، بامكانكم تستعملوا النوع اللي بغيتوا اللي متوفر لكم في الدار. وكنستعملوا ضروري كنستعملوا هذا الطاجين ديال الطين اللي فيه، كنحضروا هذا الطاجين وندعو على بركه الله. اول حاجه الطاجين كنفتحوا له بوطه مهيله مره، كتكون العافيه مهيله مره. كنضيفوا شويه ديال الزيت بلديه، طبيعة الحال اي واحد كيعرف يطيب الطاجين، ولكن انا بغيت نشارك معكم طريقتي وصافي. كنزيدوا شويه ديال الثومه في الاول، كنحاولوا نوزعوها. كنزيدوا هاد البصله مدوره هيدا، كنسطفوها هيدا دوائر. اللي ما كيعجبوش البصل يقدر يستغنى عليه بحق، زعما صراحه كتعطي واحد اللذة رائعة ملي كيطيب الطاجين، كيزيد كيلذ الصراحة. غير بصلة وحدة تكون متوسطة الحجم بالطريقة. كنزيدو جزرة وحدة، انا اختاريتها ماشي كبيرة بزاف، غير صغيرة باش على حسب ما كياكلوهاش بزاف، ولكن صراحة كتزيد اللذة ونفس الوقت صحية. كنوزعها بالطريقة هذه. كنزيدو البطاطا اللي مقطعة بالطريقة هذه، كنسطفو هيدا دوائر. بالنسبة للكمية على حسب الكمية ديالكم اللي عندكم في الدار، على حسب إلا كانوا. بالنسبة لي أنا عدد الطاجين ديال 4 الأشخاص، بالنسبة ليكم إلا كان كتر كتضعفوا الكمية. كنزيدوا هاد الفلفلة هيدا مقطعة بدوائر، تاهي كنسدوا هكذا. كنزيدو مطيشه مقطعه حتى هي دوائر هكذا، غير وحده بركه لاننا غنستعمل وحده مطحونه. صافي، كنزيدو له شويه ديال القزبر معدوس هيدا مقطع. ضروري كنعملوا الملح ديال الخضر في الاول، تاهما هكذا بالطريقه هذه. بالنسبه للقياس اللي غادي تعملوا نتوما، هل انا نقدر نقول لكم عملت مغرفه صغيره. ودابا كندوزو باش نعدلوا الشرموله ديال الحوت اللي كنستعملوا فيها هاد شويه ديال الثومه اللي لقطنا، اللي استعملناها في الاول. كنزيدوا قزبر ومعدنوس على حسب الكميه اللي كتبغي. كنستعملوا في التوابل عندنا بابريكا اولا تحميره اولا فلفل غابره، حنا كنقولوا في الشمال فلفل غابره. عندنا كمون، عندنا زعتر اليابس هكذا، عندنا الابزار على حسب اذا بغيتوا تجيكم حريوره كتزيدوا كميه.
بالنسبه للملحه كنعملوا غير الملحه ديال هاد الشرموله اللي غادي تكون في الحوت السمك ديالنا. صافي فكنضيفوا ليلا واحد مطيشه كنكونوا طحناها هيدا سائله، كنزيدوا للراند او لوراق سيدنا موسى، كنزيدوا غير شويه. بالنسبه اللي عنده ورق كيعمل جوج وريقات او ثلاثه على حسب اللي كتعجبو بزاف. صافي كنندمجوا هاد العناصر مزيان، كناخذوا هاد السمك اللي كنفلحوه هيدا شي شويه باش كتدخلنا الشرموله ديالو لداخل بهذه الطريقه هذه. انا عملت جوج ديال السمكات، بامكانكم تعملوا وحده كبيره. صافي كنشبروا هاد السمكه هذه، كندخلوها مزيان تشرب هاد الشرموله هذه. كندخلوها في الجواني مزيان، صافي البنات ملي كنحسو بالطاجين ديالنا بدا كيسخن كنضيفو لهاد هاد الحوت، كنزيدو نصف كاس ديال الماء على هاد الشرموله هادي باش غنزيدوها للطاجين. كنبقاو نوزعوها على الخضر، ما كنزيدوش على الحوت، فوق الحوت كنكبوها على الخضر هكا. دائما العافيه مهيله مره، ما كنزيدو لا شي العافيه. ما نعاودكمش البنات رائحة رائعة. كنبقاو نوزعو بهاد الطريقة هادي، صافي البنات كنزيدو هاد المزيودات كيبقى اختيارية طبعا، اللي كتعجبو الحرورة واللي كتعجبو النكهة ديالها. كنزيدو هاد الليمونات هيدا طرونش ولا دائريين بالطريقة هادي، كيبقى اختياري اللي كتعجبو الحموضة شوية في الطاجين، وجربوه البنات صراحة كيجي رائع. صافي كنشدو عليه، قبل ما نشدو عليه ضروري كنزيدو شوية زيت بلدية، كنكبوها هيدا فوق الحوت فهاد الطاجينة البنات صحي 100%. صافي دايما العافية مهيلة، وكنشدو عليه مدة تقريبا ساعة المقالة أو لا حسب، نبقاو نطلعو عليه مرة مرة لأن ما كنزيدولوش أكثر من نصف كأس ديال الماء، كيبقى يطيب بديك الماء ديال الخضر. وضروري خصنا نشدو عليه حتى اللي ما عندوش هيدا تكون مجدودة بالغطايه ديال الطاجين، بامكاننا نشدوها ببابي الومنيوم ودمويم ضروري خصنا نشدوه. صافي البنات نتلاقاو مع الشكل النهائي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، فكيجي دابا دازت تقريبا ساعه ديال المكانه،
كيجي رائع صراحة الله، كيجي صحي 100%. كيجي طايب مزيان. هيا هاد الطاطا ديالو وباقي فيه شوية الماء، إذا بغيتو مرة تخليوه ناشف من الماء ماشي مشكل، غير هو غادي يلصق لكم. بحق ملي كتخليو هيدا شوية ديال الماء كيجي معسل صراحة الله. شوفوا ديك البصلة كيفاش كتجي معسلة، كتجي دايبة. مهم هذه هي طريقتي في تحضير الطاجين، بغيت نشاركها معكم وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وعجبكم فيديو كنتمنى تدعموني بلايك وشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.